هل بغض النظر على المخزن ما المخزن مش هذا هو موضوعنا؟ يعني هل نقص الأكسجين وراه المخزن أو غير المخزن موت المئات ربما الآلاف من الجزائريين في هذا الصيف اللي فات على موضوع الأكسجين هل هو المخزن أو رشاد أو الماك أو الحراك أو بمالة أو اللي بالمناسبة طلقوه اليوم بعد ما خوفوه وهدوه لمدة عشر أيام هكذا في الحبس، هل 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 الفشل العارم هل وصول البطاطا إلى عشر آلاف والجاج إلى خمسة واربعين ألف وبعض الأماكن إلى خمسين ألف للكيلو؟ هل هو الجهة الفلانية أو الجهة الفلانية أو فلان أو علان؟ هل هرب الجزائريين بالآلاف والغرق نتاعهم؟ في البحر واخرين اللي هاربين عبر افريقيا وعبر ليبيا وعبر مانيش عارف تونس وعبر هل هو فلان او علان هل هو البلد الفلاني او الحركه الفلانيه او الجهه الفلانيه هل سجن عشرات الجنرالات عشرات الجنرالات كانوا هم ارباب الجيش وبعضهم كانوا اسيادك يا شنقريح يعني بعضهم كنت ما تقدرش توصل لهم يعني لازم تطلب موعد باش يقبلوا يستقبلوك ولا لا هل هؤلاء بما فيهم رئيس المخابرات الداخلية اللي أه هو أبو عزة اللي كان أكبر الجنرالات وأختارهم بعد القايد صالح بما فيهم لشخم بما فيهم أه عكروم بما فيهم شواكي بما فيهم أه ماضي هذا الأخير بما فيهم هل هؤلاء هل هؤلاء وراهم الجهة الفلانية أو البلد الفلاني أو الحركة الفلانية أو فلان أو علان من هل البلاد اللي هي عشر مساحة في العالم وتستورد القمح وإحنا من أكبر مستوردي القمح في العالم ثاني ولو كان جو بعدد السكان إحنا الأول هل وراها البلاد الفلاني أو الجهة الفلانية أو الحركة الفلانية أو فلان أو فلان هل نقص المياه اللي وصل الى العاصمه والناس بالعشرين يوم ما يوصلهمش الماء، عشر ايام، 15 يوم، عشرين يوم، حسب الاماكن، وبعض الجهات بالشهرين، بالثلاثه، ماتت ماتت الناس زويلها وفسدت فلاحتها الى، هل هذا وراه جهه او بلد او فلان او علان؟ هل. وصول كبار الجنرالات إلى ما فوق الخمسين خمسة وسبعين سنة، وبقائهم في المنصب بما فيهم أنت. هل هذا وراه جهة فلانية ولا أنتم وراه حركة فلانية أو بلاد فلاني؟ هل وصول البلاد إلى أنها تستورد كل شيء، كل شيء تقريبا؟ هل غلق البلاد على أهلها دخولا وخروجا؟ وراه جهة فلانية أو بلد فلاني إذا زعمتم من الحراك كان وراها الماك كما قلت تهمتم أيضا رشاد لكن بعد سحبتوا الاتهام ما وليتوش عاود تقولوه باسكو عرفتوا باللي ما تلقاوش حتى واحد تخرجوه في التلفزيون لن تجدوه لكن جبتوا شوية ماك لكن هل خلونا من الحراك جانبا روحوا للأشياء الأخرى هل أوضاع هل المظاهرات اللي يقوموا بها قدماء الجيش وهم بمئات الألاف يعني تقدر تقول أقل شيء 300 ألف وكان بعد تقديرات لو توصل ل ألف اللي هما متضررين في روتريت في أشياء كثيرة هل وراها بلد فلاني أو جهة فلانية أو حركة فلانية أو فلان أو فلان هذا هو المنطق هل هروب الناس من الجيش وتقديمهم للملفات الزرقاء خاصة بملف سيكاتري وملف أمراض عقلية وراها جهة فلانية أو بلاد فلاني أو هل لهيب سعر العدس اللي ولا مثل البيستاش أو اللوبيا اللي ولات مثل اللوز أو الحمص اللي ولا مثل البندق هل هو جهة فلانية هل الكتب المدرسية اللي ولا تتباع حتى في يعني تتقاتلوا عليها الاولياء باش بالك يشروا كتب لاولادهم وما يجدوش ومرات يتباعوا في لي دوش منش مانيش عارف وين وراها جهه فلانيه او بلاد فلاني هل خراب المستشفيات وخراب المدارس وخراب الجامعات الاكثريه يعني وراها جهه فلانيه او بلاد فلاني اي منطق هذا؟ اي منطق هذا؟ واستطيع ان استمر ونذكر لك يعني بلا بلا حدود الكوارث اللي راكم دايرينها يعني هل فتح الاجواء للفرنسيس واحتلالهم مالي والنيجر وبدعم من العصابه منكم انتم جنرالات العصابه هو الجهه الفلانيه او البلاد الفلانيه او الحركه الفلانيه او فلان او علان هذه انتوما هذه انتوما باش نحكي لك غير هل ارسال ابنائك للخارج مثلا ابنك شفيق اللي دي دو سالير سالير باعتباره آه طلعته طبعا كوموندون في 2020 هو ما يستاهلش ما يستهلش حتى ليتنا راهو كوموندون الان وارسلته لفرنسا من جهه موظف في الملحقة الملحقية العسكرية ومن جهة طالب في الماجستير لا نجح في الماجستير ولا نجح في التوظيف ولا يقوم بالتوظيف أصلاً وشقة مدفوعة من خزينة الشعب وسيارة مدفوعة من خزينة الشعب ويدي بورس ويدي سالير يدي أجر ويدي بورس هل هذه المخزن ولا رشاد ولا الماك ولا أبو ماله ولا طابو ولا بن محمد ولا قيرة ولا آه عزيز بكاكرية ولا إسلام آه طباش طبوش ولا أعطيني أعطيني دليل يعني هل إرسال بنتك باش تكون في بريكسل وتدي سالير إلى آخره هل هذا دفعناك إحنا ليه هل وجود أبناء كبار أبناء الجنرالات مش كل الجنرالات لكن الجنرالات النافذين والوزراء النافذين وجود نسائهم وأبناءهم وبناتهم في الخارج وفي كثير منهم يدوا في سالير بالخارج وعندهم جوازات دبلوماسية وساكنين على ظهر الشعب من أموال الشعب دفعناكم إحنا ليه؟ هل هذوك الفقراء اللي راهم الآن تمتد تعمر بيهم؟ كاتب لي أحد الفضلاء قبل قليل لازم نطردوا الأفارقة لأن الجزائريين ما لقاوش وين يتسولوا ما لقاوش الأفارقة دوا أماكن الجزائريين في التسول في الطلبة هل هذا سبب الجهة الفلانية أو البلد الفلاني أو الحركة الفلانية أو فلان أو, فلان أو فلتان هل تعطل الاقتصاد وغلق وغلق عشرات الآلاف من الشركات الصغيرة والك... والمتوسطة هل أسبابه احنا او فلان او فلتان من الحراك او هل احنا بالعكس بالعكس بالنسبة لينا احنا جينا ننقذوكم يعني شعب جاي ينقذكم من انفسكم من صراعاتكم من خصوماتكم مش كل يومين ثلاثة طيحوا جنرالات وتسجنوهم يمروا على التعذيب الشديد خليني نسمعك حتى من عند بوتبون يعني وفي تناقضاته يعني خليني نسمعك باش هو يرد عليك مباشره يعني اليوم الاقتصاد الوطني تاعنا اقتصاد تاع خواص اقتصاد خاص في الالتكاري. خمسة بريفي عنده 85% من الاقتصاد الوطني <applause> 85% ولكن مع الاسف مع الاسف وهذه من الغرائب اللي موجوده كذلك في بلادنا هو ان تمويل هذه 85% تاع القطاع الخاص تمول 85% من الاموال العموميه يعني مازال المال العام اقتصاد المحتوى الخواص ولكن التمويل مازال بالبنوك عمومية هذا شيء غير طبيعي إنسان اللي راه الاستثمر ولا اللي راه في التجارة ولا راه في الاستيراد منذ عقدين من المفروض عنده إمكانيات مالية نتاعو تسمح له باش يستثمر بالمال نتاعو طيب شنقريح هذا تبون المخبوط اللي قبل ربع ايام يقول الجزائر قوه ضاربه ما نش عارف كيف واش كان كلا ولا شرب تلك الليلة ولا ذاك الصباح يعني. يعني للأسف معروف عليه أنه يشرب الخمر حتى في الصباح يعني يقولوا فايح ويعني حتى النهار اللي راح يحلف على القرآن مصحف كان فايح من ريحة الخمر لكن هذا موضوع آخر مش راح نناقشوه الآن هاو الآن هو هذا هذا اللي قبل ربع أيام قال لك الجزائر قوة ضاربة هاو هنا قبل يومين هذه البار... البارح أو البارح هذه يقول باللي 85% من الاقتصاد الوطني هو شركات خاصة لكن يدو خمسة وثمانين بالمية من المال من البنوك يعني نهب عام نهب عارم للمال العام باعترافه باعترافه أن ما يعني ما عدا شركات صغيرة اللي في الكثير من الحالات تمويل تعاهلها الشركات الأخرى قاعدة تنهب في المال العام هل هذا دعاتكم ليه الدولة الفلانية أو الحركة الفلانية أو فلان أو علان على سبيل المثال على سبيل المثال هذا رئيسك كما تسميه أنت وإن كان أنتم تصنعوه ثم تديروا على أساس رئيسك يعني وبالمناسبة أنا مش عارف أنت باعتبارك والي تجاره والي وزارة الدفاع الواقع في حي تجاره رحت حضرت مع مركز الولات لقاء الولات أم أنك حضور هناك باش تقول إحنا رب البلاد راهو حاضر المعلم الكبير معناها هنتارك معلم كبير وحاضر حتى الولاة والوزراء يشوفوك في كل مكان يعني العسكرة المباشرة والمعلنة تركش هذا عنده عقل وبعدين رايح حاطين راجمات صواريخ ويرجموا في الصواريخ ويرجموا في تدمير للبيئة في تدمير للحيوانات في تدمير لحياة الناس نحن نعرفه في حالات كثير من الحالات الجزائريين يكونوا كاين آه رحل وتخوفوا فيه من تخوفوا يعني درك الراجمات الصواريخ راجمات الصواريخ نتاع 50 كيلومتر ولا 30 كيلومتر ولا سلاح درك هذا السلاح اللي في فهمك نتاع في فهمك يعني عندك تي تي 92 ولا حتى تي 90 وراجمات الصواريخ والسوخوي وهذا هو السلاح سلاح قبل كل شيء. ما فيش دولة قوية في العالم. ليست دولة كبيرة التصدير. دولة مش فقط مكتفية في أغلب الأشياء انتاحها. المصنعة أو النصف المصنعة وإنما تقوم بالتصدير يعني ألمانيا اليوم لماذا تعتبر قوة اقتصادية رهيبة مع أنها رقم سبعة الآن رقم ستة أو رقم سبعة في العالم يعني لكن مع ذلك هي قوة اقتصادية رهيبة أو اقتصادية في أوروبا لأن ألمانيا تصدر تقريبا كل شيء ومكتفية من كل شيء والأشياء اللي مش مكتفية منها تصديرها أكثر بكثير مما تستورد هل كوريا الجنوبية أو حتى تركيا اللي التحقت مؤخرا أو حتى ماليزيا أو حتى سنغافورة أو هونغ كونغ مع أنهم شوف كم صغار المرة الماضية كنت نوري في هونغ كونغ اقتصادها ثلاث مرات أو أربع مرات بالجزائر سنغافورة اقتصادها ثلاث مرات بالجزائر سنغافورة مساحتها هي ما بين بوفاريك والبليدة وهونغ كونغ مساحتها عشرين مرة أقل من الجلفة و50 مره او 60 او 55 مره اقل من بشار على سبيل المثال مع ذلك اول شيء في القوه هو القوه العلميه هو القوه الابداعيه هو القوه الزراعيه الصناعيه العلميه البحثيه ومعها القوه العسكريه والقوه العسكريه اللي تتباهى بها تكون تصنعها راهم يحضروا باش يديروا في أول نوفمبر يديروا لنا إن هذاك نتاع مسيرة زعما يجيبوا لنا السلاح اللي عندنا، طيب حتى كي تورونا السلاح اللي عندنا، احنا أنتجناه، راه يشرب بأموال الشعب الجزائري وجزء كبير منه يهرب من المال في بنوك سويسرية وبنوك إماراتية وبنوك بحرينية وبنوك أمريكية وبريطانية إلى آخره، عندما لا تصنع سلاحك. وتشتريه عندما لا تصنع لا تنتج قمحك وتشتريه بل حليبك جيبوا غبره والناس تدز عليه بل العدس واللوبيا الناس الان تضارب عليهم ولا ولازم تروح مانيش عارف باش تشريه شويه مخفض عندما يصبح الدجاج اخر شيء ربما يؤكل يصبح المواطن الجزائري وال... الساكن الجزائري والانسان الجزائري يعتبر الدجاج شيء يفرح نهار اللي يجيب الدجاج للدار من المسؤول بلد فلاني او الحركه الفلانيه او فلان او علان